صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا باسنتو. كلنا عارفين أن الاهتمام الدولي والعالمي بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ بيعتبر طبعا فرصة ذهبية للترويج للسياحة المصرية، وخصوصا أن هذا المؤتمر بيضم وفود من أكثر من 190 دولة حول العالم. المؤتمر ده اللي شارك فيه عدد كبير من القادة والزعماء بالتأكيد هيكون ليه تأثير وانعكاس إيجابي على الترويج للمقاصد السياحية المصرية، وخصوصا أن مدينة شرم الشيخ ما زالت بتتصدر كل الأخبار العالمية في كل الوكالات من أول يوم في انطلاق هذا المؤتمر وحتى الآن، وده في حد ذاته بيعتبر بطبيعة الحال دعاية ضخمة للسياحة المصرية. كمان يا مصطفى، شرم الشيخ بقى فيها ميزة كده مهمة جدا وتنافسية، وهي أنها أصبحت يعني مدينة خضراء بالكامل. نقدر نقول عليها مدينة صديقة للبيئة، بتعتمد على الطاقة البديلة المستدامة، وبتستهدف القليل أو تقليل الانبعاثات والقضاء على استخدام الكربون. وده طبعا بيتوافق مع اتجاه لدى عديد من السائحين اللي هم بيدوروا على المقاصد السياحية أو المدن اللي بتحترم الطبيعة والمناخ والطقس الصحي. وأصبح فيه اهتمام من السياح بالجوانب البيئية والصحية في المقصد السياحي، وزي ما مصطفى كان بيقول إن عندنا وفود من 190 دولة مختلفة. فالنهاردة هنقدر إن احنا نروج للسياحة، وبالذات إن مدينة شرم الشيخ من الأول خالص كانت أصلاً مدينة صديقة للبيئة، فنقدر نشوف شواطئ كتيرة قوي كان ممنوع فيها الصيد، منطقة فيها في الحقيقة خضرة كتيرة جداً جداً. فالنهاردة إن احنا نقدر نوصل ليها كمدينة خضراء بالكامل، قدرنا نوصل لحاجة مختلفة، هنجذب نوع مختلف من السياح زي ما انت كنت بتحكي. صحيح. هما بيعني شرم الشيخ اللي هو يعني أقول فيك إيه ولا إيه؟ انت مدينة الدبلوماسية في الشرق الأوسط، مدينة السلام، مدينة صديقة للبيئة، مدينة يعني بتجمعي على أرض كل جنسيات العالم في لحظة كده، تقدري فعلا تستضيفيهم. تكلمي في 190 دولة حول العالم، ده طبعا يعني رقم كبير. العالم كله، هو العالم كان 190 دولة. على أي حال، في نقطة مهمة جدا أيضا بتتعلق بالصورة الذهنية لطبيعة الأمن والاستقرار في مصر. خلي بالكم يا جماعة، دي نقطة مهمة جدا. النقطة دي مهمة مش بس في جذب الوفود السياحية، لا، مهمة جدا لتسويق الحالة المصرية عالميا. بمعنى إن المدينة دي اللي استضافت هذا العدد الضخم من قادة وزعماء دول العالم والوفود الدولية اللي بلغت 190 دولة، ده بطبيعة الحال هيدي انطباع إيجابي، هيدي صورة ذهنية عن لدى العالم بإن في استقرار وفي أمان، ومصر كل ما حدث يعني بالأمس لن يحدث إن شاء الله في اليوم، وإن مصر فيها مقومات سياحية غير موجودة في كل دول العالم. احنا طبعا يعني مش عايزين نقول احنا عندنا اثار وعندنا طبيعه وعندنا جمال وعندنا شواطئ، ناقصنا بس شويه تسويق، واعتقد ده بيتم بالفعل في مدينه شرم الشيخ. ده حقيقي. وفي كمان بقى الجديد زي ما انت قلت يا مصطفى، انه في مثلا سياحه اثار وسياحه، حتى الناس اللي بتحب الشمس والبحر بيجوا في الشتاء، عندنا جو كويس. في كمان حاجه جديده بقى عشان الفكر التسويقي، ويمكن مؤتمر المناخ عملها لنا، انه جذب او يعني قمه المناخ في الحقيقه بدايه جديده عشان تقدر ان هي تضع مصر بقوه على خريطه سياحه المؤتمرات العالميه. وفي الحقيقه دي يعني بنقدر نقول عليه بيزنس كده مهم بيدور حول العالم، يعني نمط سياحي في منتهى الاهميه بدا انه ينتشر في العديد من المقاصد السياحيه. عشان كده بنقول انه نجاح مصر في الاعداد الجيد لمؤتمر المناخ والخروج بصوره مبهره لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة المصري، وتحويل المقاصد السياحية في مصر لمقاصد تتسم بالاستدامة والمرونة، ونقدر نقول عليها صديقة للبيئة، خاصة إن الاتجاه العالمي كله النهاردة متجه للاهتمام بمواصفات الاستدامة في المقاصد السياحية. صحيح. مصر ماشية في طريقها الصحيح لتحقيق ده، ومصر في الحقيقة بتحقق الاستدامة وبتعتبر عملية متكاملة بتحتاج لاتخاذ واتباع العديد من الخطوات والإجراءات اللي بدأت بالفعل خلال السنوات الأخيرة اللي فاتت. وبالفعل الإعلان عن مدينة شرم الشيخ كمقصد سياحي ومدينة خضراء كمرحلة أولى لتطبيقها طبعا العديد من المعايير السياحية المستدامة، ومنها حصول 50% من المنشآت الفندقية الموجودة فيها على شهادات بتفيد طبعا تطبيقهم للممارسات الخضراء. ده بيعتبر فرصة
لانطلاقة في الحقيقة قوية جدا للسياحة في مصر. اتكلمنا على أنواع مختلفة جدا من السياحة اللي إن شاء الله في المستقبل نقدر إن هي نجذب بيها نوع مختلف من السياح اللي هم بقوا كتير قوي قوي. بقى عندنا كتير من يعني خلينا نقول مواطنين العالم دلوقتي بقوا صديقين البيئة جدا، اللي هم ما بياكلوش بقى اللحوم الفيجنز، واللي بيحبوا المناطق الخضراء بالزبط. كل ده نقدر ان احنا في المستقبل نجذب هذا النوع من السياح. نقطة أخيرة عايزة أضيف عليها، خلاص هو أيامه ينتهي مؤتمر المناخ، ومصر بكل مؤسساتها اشتغلت يمكن خلال شهور طويلة جدا، وأنا لمست ده بشكل شخصي وأنت لمست ده بشكل شخصي. أيه. كل مؤسساتها اشتغلت علشان تخلي الكوب أو قمة المناخ في هذا الشكل الجميل. حان وقت الحصاد، عندنا موسم الشتاء مهم جدا، في أزمة تدفئة في أوروبا، عندنا قطاعات كبيرة جدا جدا من السياح ممكن يجوا مصر، عندنا بشوية تسويق في وضع مصر في هذه الحالة في هذا التوقيت بهذا الشكل. أعتقد أن ده في حد ذاته هيخلق لنا فرصة مهمة جدا أن احنا نجذب قطاعات مهمة جدا من السياح في مصر. عندنا السياحة العلاجية بسنت، وده مهم ودايما بقول عليه، يعني عندنا القطاع السياحة العربي مهتم جدا بقطاع التجميل، قطاع أطباء الأسنان بيجي هنا محتاج تسويق. عندنا سياحة مؤتمرات، في ألوان كتير جدا من السياحة ممكن نلعب عليها. يمكن دول المغرب العربي والإقليم العربي بيشتغل يعني أو أشطر مننا شوية في قصة السياحة العلاجية، فممكن نستفيد من كل التجارب دي. السياحة يا جماعة يعني زي ما بيقولوا فلوس دخل على طول، يعني حقنة في الوريد دخل على طول، عملة صعبة بتجيلك في ثانية، طيارة بتنزل بتلاقي مرة واحدة في عملة. أعتقد دي مهمة جدا في توقيت العالم كله فيه مشاكل كتير وإحنا بحاجة إلى النقد الأجنبي. على كل حال إن وجود وفود من 190 دولة النهاردة فده خلينا نقول ريبريزنتيشن حلوة، أو طبعا. يعني كده شكلنا حلو وطلعنا بشكل حلو. إن شاء الله المؤتمر بإذن الله يخلص على خير، ويبقى العالم كله شايف مصر قد إيه دولة قدرت إن هي تنفذ هذا المؤتمر المهم جدا الذي يهتم به العالم أجمع بطريقة فعلا احترافية. فإحنا بنتمنى أكيد في المستقبل يا مصطفى أن يبقى عندنا أكيد النوع الجديد من جذب السياح، بالذات طبعا سياحة المؤتمرات، ودي من الحاجات المهمة جدا. على كل حال إحنا بنتمنى لحضراتكم صباح جميل، بنصبح لحضراتكم صباح الخير يا مصطفى. صباح الفل.